السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ منوريني في قناة منوعات ولغات مع ميس سمر، وجينا لكم النهاردة بنبأ جديد وخبر كويس برضو، يعني اعتقد هيفرح ناس كتير وطلبة كتير معانا. يا ريت نسمع الخبر لاخره عشان انا هوضحه وافسره لكم زي كل مرة ما انا معوداكم. بس قبل اي حاجة ما ننساش لايك واشتراك في القناة وندوس على زر الجرس عشان اي اخبار جديدة ان شاء الله اوضحها وافسرها بشكل مبسط على القناة عندي. الخبر النهاردة برضو كالعادة القرارات والأخبار دي بنجيبها من صفحة وزارة التربية والتعليم، الصفحة الرسمية بتاعتهم، مش أي بيانات وخلاص، لا بنجيب من الصفحة نفسها بتاعت التربية والتعليم، الصفحة الرسمية الموثقة. طيب، خبر النهاردة بيتكلم بخصوص صرف 325 جنيه لرب الأسرة و80 جنيه للطفل في المرحلة الابتدائية و100 جنيه للإعدادية و140 جنيه للثانوية، واللينك فيه لينك خاص بالتقديم كده أنا هسيبه لكم في الديسكريبشن، صندوق الوصف أو في التعليقات، وهتلاقوه برضو موجودة على الصفحة الرسمية بتاعتي باسم تأسيس من الصفر مع ميس سمر، دي في الصفحة الأساسية بتاعتنا على الفيسبوك اللي بنزل فيها أي لينك لأي خبر مهم. تمام، واحط لكم لينك الصفحه برضو في صندوق الوصف، لان دي كل الصور والداتا واللينكات بنزلها هناك. هعيد الخبر تاني حالا، وما ننساش برضو ان احنا في صفحه الفيس علشان تتابعوا اي اخبار، بتدوسوا بس، الموضوع سهل جدا، على كلمه على لايك وكلمه متابعه. تمام، لايك وكلمه متابعه بتبقوا معانا على صفحه الفيس، لان انا اللينكات نفسها بتاعت الخبر نفسه. طيب، بالنسبة بقى للمستندات اللازمة للتقديم لبرنامج تكافل وكرامة، ده برنامج برضو قدمته وزارة التربية والتعليم، فزي أي برنامج بيبقى ليه أوراق مطلوبة بتقدمه من خلالها. أول حاجة في المستندات صورة البطاقة أو صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، الطرفين هيقدموا صورة البطاقة بتاعتهم، صورة شهادات ميلاد الأطفال من عمر يوم لحد 18 سنة. تمام، المستند الثالث افادات من مدارس الاولاد من عمر 6 سنين لحد 18 سنه. طبعا الافاده دي بيبقى زي ورقه رسمي كده من المدرسه ان الطالب مسجل ليها او مسجل في المدرسه دي سواء خاص او حكومه. رقم 4 اخر 3 ايصالات كهرباء. تمام، رقم 5 صوره بطاقه التموين اذا وجدت، يعني لو في بطاقه تموين يبقى يفضل ان هي بتتصور وبتتبعت من ضمن المستندات. رقم 5 صورة قسيمة الجواز. رقم 7 طبعة برنت بتتعمل تأمينات خاصة للزوج والزوجة. طبعا برنت التأمينات ده اعتقد عشان بيحددوا القيمة على حسب التأمينات الموثقة ليه. تمام، ولقدر في حالة العجز بيكون في شهادة طبية رسمية لعجز اكثر من 50%، يعني هم محددين النسبة. هعيد الاوراق المطلوبة سريعا مرة تانية، صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، صورة شهادة الميلاد للأطفال من عمر يوم لحد 18 سنة، إفادة من المدرسة بتاعت الأولاد إن في من عمر 6 سنين لحد 18 سنة، آخر 3 إيصالات كهرباء، صورة بطاقة التموين إن وجدت، صورة قسيمة الزواج، طبعة برينتر تأمينات للزوج والزوجة. تمام، وفي حالة وفاة الزوج أو الزوجة طبعا بيقدموا برضو شهادة الوفاة، وفي حالة طلاق الزوج أو الزوجة بيقدموا قسيمة الطلاق. طيب، ويبقى زي ما بلغنا آخر بوينت أو آخر نقطة، في حالة العجز شهادة طبية رسمية، ودي في حالة العجز بنسبة 50%. طيب، في شروط للتقديم برضو كالعادة، أول حاجة لابد أن يكون المتقدم هو أو زوجته غير موظفين في أي جهة حكومية أو قطاع عام أو خاص، وأن يكون المتقدم غير مؤمن عليه أو ولا ليه معاش ضمان اللي هو المعاشات الاجتماعية يعني أو الضمان الاجتماعي، وذلك يتم الكشف عليه من على قاعدة بيانات الوزارة. ده الكلام الرسمي. طب التوضيح بتاعي بمعنى أصح كده، يعني أي حد شغال في جهة حكومية، مكان حكومي أو مكان خاص أو متأمن عليه، مكان حكومي يعني موظف حكومة أو شغال في مكان خاص أو متأمن عليه، دول التلاتة اللي للأسف مش هينفع إن هم يقدموا المنحة دي، نازلة للأطفال اللي أهليهم يعني مفيش رزق معين أو رزق ثابت ليهم بمعنى أصح. وبيوضحوا إن كده كده هيتم الكشف عشان محدش يعني مفيش أي فئة تانية تعرف إن هي تقدم، لأن هيتم الكشف عن طريق قاعدة البيانات الموجودة بالوزارة. تمام، عشان التلات جهات دول بالأخص ما يقدموش.
طيب برنامج التكافل او الاستحقاق الاسري، او ايه المبالغ اللي المفروض ياخدوها؟ المبلغ المستحق مثلا للاسره المعيشيه 325 جنيه، للطفل في المرحله الابتدائيه 60 جنيه، للطفل في المرحله او للتلميذ في المرحله الاعداديه 80 جنيه، الطالب في المرحله الثانويه 100 جنيه. تمام. في برنامج كرامه برضو لاستحقاق فردي، سواء مسنين فوق 65%، معاقين يعني غير قادرين على العمل. طيب المبلغ الشهري الموثق ليهم ايه؟ لو شخص واحد 350 جنيه، ولو شخصين 700 جنيه. تمام، دي الارقام المطلوبة او المطلوب تقديمها. تمام، او اللي هم موضحينها بمعنى اصح. اوكي، فالشخص فهم ينوهوا مرة كمان على الناس اللي بتسأل عليها، عشان في ناس بتسأل بخصوص التأمينات، ما بتكون شغلها خاص او برضو يعني شغلها مش منتظم، بس هم بيكونوا مأمنين على نفسهم للأسف. برضو حتى لو مأمن على نفسه مش هيعرف ان هو يستفاد بالمنحة دي، او ابنه مش هيعرف ان هو يستفاد بالمنحة دي. تمام كده، بلغت بالرقم اللي مفروض مستحق للطفل وللتلميذ في الثلاث مراحل، الابتدائي والاعدادي والثانوي، وفي مستندات مطلوبة، قلنا السبع نقاط المفروض عليهم، وقلنا لكم شروط التقديم ايه هي، علشان في شروط للتقديم. وهتنتظروني في فيديو تاني عشان الناس اللي مش عارفة تقدم ازاي هبلغهم بيها. تمام، ولو في ناس قريبة من الاماكن اللي انا متواجدة فيها انا اعرف لهم من مكان معين لو التقديم عن طريق الانترنت، لان انا زي ما بقول لكم ما بحبش اوجه اي معلومة الا ما اكون موثوق فيها، وما لسه ما حددوش طريقة التقديم، هتبقى عن طريق الاونلاين عن طريق موقع ولا لسه. تمام، هو اللي متاح اللينك بتاع الخبر نفسه وهنزله لكم باذن الله. هعرف بس طريقه التقديم هتبقى ازاي وهبلغكم بيها، او هعمل فيديو خاص بيها عشان انا عارفه ان ده السؤال اللي هيتكتب، هنقدم ازاي. تمام، يا ريت اللي عنده اي استفسار يبقى يوضح لي، وانا باذن الله هنزل لكم اللينك حالا، هتلاقوه ما تنسوش على صفحه الفيسبوك تاسيس من الصفر مع ميس سمر، اللينك نفسه اللي تدخلوا عليه، واسيبه في الديسكريبشن او في صندوق الوصف. يا ريت نعمل اكبر عدد مشاركات للفيديو ده، عشان اي حاجه بننزلها بتفيدنا، بياريت بنحب ان احنا نفيد ايه، نفيد غيرنا بيها. تمام، وما ننساش اللايك والتعليقات واشتراك للقناه، وزي ما بلغت ندوس على زر الجرس عشان اي فيديو جديد او اي بيان جديد ان شاء الله ربنا يقدرني واقدر اوضحه لكم ونستفاد بيه جميعا. المنحه دي ما اعتقدش ان هي حاجه يعني مش حاجه وحشه ما نتكسلش عنها، هي حاجه اولى للاولاد، بالذات ان المنحه شهريه مش مره وخلاص، يعني اللي مكتوب في البيان ان المنحه دي شهريه مش مره. تمام، فياريت ان احنا ما نهملش فيها ونقدم. واكبر عدد مشاركات للفيديو، ومتشكره جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.